هاي فرصتكن لحتى تثبتولي إخلاصكن. كل شي خسرناه بالماضي رح نستعيده هلا. سلطانة قل بهار بتسلم عليكي. أمي انت منيحة؟ صار لك شيء؟ طلعت مو ميتة. قل بهار بعد عايشة لليوم؟ وحياتك للاقيها ولخليها تدفع الثمن غالي، مو بس هي كمان بيازيد. أميري قاسم، أنت اليوم أنقذتني، لولاك كنت رح موت. لا تقولي هيك. الحمد لله على السلامة. نحن هلأ لازم نبعث خبر لمولانا منشان يعمل اللازم. أنا ما بقدر أوثق فيه، ما عاد أوثق لا بمراد ولا ببيزيد هالمرة. عم تفهم علي؟ وخاصة بيزيد لازم نتخلص منه وبسرعة. كل شي رح يتغير وانت رح تطلع على العرش. البطرك كافوريك، أهلا وسهلا. أهلا فيكم يا خليل باشا. محمد باشا ناطركم، تفضلوا. لسه
أهلا بحضرة البطرك. محمد باشا، أنا شاكر لطفك لأنه قبلت تستقبلنا مرة تانية. وقتها كنت مشغول كتير وما قدرت أسمع طلباتك. هلأ أحكي لي لشوف وقال لي بالضبط شو المطلوب مني. المطلوب لما يجتمع مولاي السلطان بالديوان توصلوا له الفكرة تبعنا بالشكل المناسب، وهيك منحسم الموضوع، وبكون ممنون إذا بتتقبلوا هديتنا. أصلاً بهالموضوع هاد جماعة الأرمن على حق، وأنا لهالسبب راح وقف معكم ودعمكم. أغوات، نشكر الله على سلامتكم. لما سمعت الخبر اجيت فورا، كتير انشغل بالنا عليكم. كيف الخونة تجرأوا على هيك موضوع؟ هي تدابير حمايتك؟ نحن أخدين كل التدابير. الجواري شكلهم مدربين وعاملين حسابهم لكل شيء. الخائنات، مين هالجواري وكيف دخلوا لعندها؟ هدول الجواري بعتهم لهم بالماضي وقت كنت بالقصر، تابعين للسلطانة جلبهار، وهي يلي عطتهم الأمر. سلطانة، أنت شو عم تقولي؟ موضوع السلطانة جلبهار تسكر وتأكدنا من القبر. مظبوط، بس لما صحيت عليهم مبارح سمعت واحدة منهم قالت السلطانة جلبهار بتسلم عليكي، الله بعت لي قاسم قبل ما يقضوا علي. طلع ابني عم يحكي الحقيقة ونحن مو مصدقينه. وقول بهار عايشة مزبوط، كيف عملت هيك ومين ساعدها؟ ما عم بفهم بنوب. سلطانة، إذا هالكلام كان صحيح معناته الأمير بيزيد متورط بالقصة كمان. ما بشك بنوب، ضروري هلأ نوصل لقول بهار، وبيزيد هو اللي رح يوصلنا لعنده. شو ما نمت؟ ولا في خبر ناطره؟ ما فهمت خبر شو؟ عم تستنى يجوا يخبروك بوفاة أمي. أنت رجعت للهلوسة؟ ولا لعبة جديدة ما عم بفهم عليك؟ أي مو مشكلة، رح أفهمك. خطتكن الوسخة فشلت، أمي لساتها عايشة لسوء حظكن، والخبر الأهم يلي نفذوا محاولة الاغتيال لساتن عايشة. رح يحكوا ويغردوا مثل البلابل ويخبرونا وين السلطانة جلبهار متخبية، ورح نخليها تتمنى الموت. وبعد دورك انت كمان رح تدفع ثمن
كل الأغلاط يلي ارتكبتها. قاسم بكفي، أنا مليت من أوهامك ومن خيالك المريض. اطلع لبرا، روح من وشي. حراس، إذن ليروح على المقبرة، هو رايح يشوفها أكيد. إن شاء الله يكون هيك فعلا. بهالحالة بنوصل للسلطانة جولبهار دغري. إياك يغيب عن نظرك لحظة، أنا رايح على القصر القديم لخبر أمي. سلطانة وصلت، ما هيك؟ هن موجودين عند القبر. لما حس انه انكشف ركض لعند امه. جولبهار، سلطانة شو عم تعملي؟ معقول لساتك مصدقة كلامه لقاسم؟ المرة اللي فكرتيها أمي أنا كلفتها تهتم بالقبر وتزرعه، بس الواضح إنه أمي ما رح ترتاح منكن أبداً. هالشغلة مفبركة، أكيد راح واتفق مع هي المرة وقت اللي عرف إنه نحن مراقبينه. قاسم سبقني على العرباية. بيزيد هالموضوع ما انتهى لسا، كل أفعالك الوسخة رح تنكشف عن قريب. بعرف إنه أمك مو ميتة قاسم وألعيبه، وإنك على علم بالموضوع من الأول، وإنك كمان متورط بكل مؤامراتها. رح أعطيك فرصة أخيرة، صدقني إذا بتقلي أمك وينها بوعدك إني رح سامحك. شكراً لكرم أخلاقك سلطانة، هالشي مو غريب عليكي. بس مين انتي؟ مين انتي لحتى تسامحيني وتعفي عني؟ سمو الأمير، انت خراس؟ مين انت اصلا لتوجه لي تنبيه؟ ها؟ انا امير لاعظم دولة بالعالم، انا من سلالة آل عثمان. انت مين يا كمال كيتش؟ ها؟ انت بتكون مجرد خادم، وانت هيك يا سلطانة. لا تنسي انك لما اجيتي على الحرم لك كنت جارية، وحتى لو صرتي السلطانة الام هالحقيقة ما رح تتغير. دمك مو من دمي ولا رح يكون ابدا، ولهذا السبب ما بسمح لك تحكي معي بهالاسلوب مرة تانية. هي آخر مرة تتجاوزي حدودك معي. بايزيد، تتذكر وقت اللي كنت لساتك أمير صغير؟ كنت تنادي لي ماما مثلك مثل إخواتك،
وتفرح قلبي. رعيتك واعتنيت فيك وما فرقتك عنهم، حضنتك مثل ولادي تمام. بعدين بلشت تتعلم تقرأ وتكتب، وبلشت تبعت مكاتيب لأمك، وما بنسى فورا بعد ما إجاك أول مكتوب منا بطلت تنادي لي ماما. حزنت كتير وقتها، بس بيومها فهمت إنه أمك بدها تعملك عدوي، واللي خفت منه صار. أوعك تشك إنه أمك ما رح تفوت على هالقبر، بس يمكن بوقتها ما رح تكون موجود، لأنك بنظري تعتبر ميت. كان لازم أتأكد من قصة الرسالة اللي بعتها أميرنا بالليل، وشوف إذا فعلاً انمسكوا البنات أو كان فخ. قاسم عم يكذب، وهي كانت لعبة. كان مفكر إنه يخوف أميرنا بهالأسلوب ويخليه يعترف باللي صار. ولو انمسكوا شو كان رح يصير؟ أصلاً مستحيل يحكوا شي. بناتي مخلصين، الله يرحمهم برحمته. الحمد لله انه اميرنا تصرف بحذر وما وقع بهذا الفخ، حتى بالعكس هو وقعهم بفخه. شو تمنيتكم بالمقبره؟ بس لحتى شوف وش قسم. مفكر ابني ممكن ينضحك عليه بسهوله؟ شكله غرور قسم عم يعميها وما عم بتشوف الحقيقه، وما فهمت انه نحن مو لقمه سهله بنوب. مولاي لو سمحت في موضوع مهم وبدي أحكي معك. خير بيازيد، شو المشكلة؟ المشكلة السلطانة الأم وأخي الأمير قاسم، للأسف في عنده النية يخلق خلاف بيناتنا. عتيقة، إبراهيم كتير منيح إنك إجيت، أنا مشتاقت لكم كتير. ونحن اشتقنا لك. صحتك منيحة إن شاء الله؟ الحمد لله، أنا مو ناقصني شي أبداً غير شوفتكم. طمنوني كيف الأوضاع بالقصر. يعني شلون بده يكون القصر بغيابك يا أمي؟ أنا جايبت لك خبر حلو سلطانة، فاريا فرحت قلوبنا وطلعت حامل. عن جد هيك؟ على أساس ما بقى رح تحمل بنوب؟ هي إرادة رب العالمين. إن شاء الله يكون أمير ويجيب معه الفرحة اللي إلنا فترة فاقدينها. آمين. أنا بستأذن. وانتي عتيقة، امتى ناوية تخبريني مثل هالخبر؟ مو باين انه رح يكون قريب. رئيس الحرس برا القصر اغلب وقته، وبس يرجع انا ما بشوف وما بيحاكيني منه، ما عم ينسى قصة جوهران، خاصة اني المسؤولة عن موته بنظره. هذا كتير تجاوز حدوده، واحد مثله ما بيستاهل دمعة من عيونك.